السادة المشاهدين، صباح الخير على حضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم موضوع مهم ابتديناه الحلقة اللي فاتت من برنامجكم صحتك ثروتك، ألا وهو العدوى الفيروسية. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن فيروس كورونا اللي هو شاغل الناس كلها النهاردة وإن العالم كله بيتكلم عليه، وده اللي شجعنا أكتر إن احنا نستمر في زيادة التوجيه والتوعية الخاصة بالأمراض المعدية. النهارده ان شاء الله بيستعدنا استضافه الاستاذ الدكتور محمد راشد، استشاري الحساسيه والمناعه. اهلا وسهلا دكتور محمد، اهلا وسهلا صباح بك. الخير يا فندم. صباحك صباح الخير نور وياسمين، وان شاء الله كده يعني يكون يوم جميل عليك وعلى كل المصريين يا رب باذن وكل الله. باذن المتابعين الله ان شاء الله. بنديك دكتور السعاده. محمد، الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على فيروس الكورونا واتكلمنا على المخاطر بتاعته وعملنا توعيه للساده المشاهدين، ده شجعنا اكتر ان احنا نكمل في موضوع التوعيه. لو حبينا نتكلم على فيروس تاني، والفيروس ده يمكن خطورته أكبر من موضوع الكورونا، ألا وهو فيروس الحصبة، اللي آخر دراسات بتقول إن على مستوى العالم معدل الإصابات السنوية بيتراوح ما بين 30 ل 40 مليون إصابة، وحالات الوفيات منه قد تصل إلى أكثر من 2 مليون إصابة. فعايزين نعرف السادة المشاهدين ما هي الحصبة يعني. طبعا هي الحصبة استكمال لموضوع الأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الهواء، يعني ده استمرارا لهذا التايتل أو العنوان الكبير جدا. احنا بس عايزين يعني معلومة إن حالات الإصابة 2.5 مليون سنويا، اثنين إصابة ونص مليون سنويا مصابة إصابة إصابة دي إصابة إصابة تمام. لما إنما أصلا هو كان الأول بيكون فيه نسب من هذا الفيروس، طبعا فيروس الحصبة أو انا الميزلز. بتكلم في اقصى معدلات وصل لها، اتنين اعتقد حالات الوفيات كانت وصلت في سنة من السنين لمعدلات العالية دي. كان في 2015 اللي سجل 134 ألف و200 ألف حالة، تمام، دي حالة وفاة 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 تمام وفيات، تمام إنما إصابة 2.5 اثنين مليون ونص مليون حالة سنويا، تمام. عشان برضو ما نقدر يعني من يعني الأمور ما مت... لكن هو نفسه لفترات طويلة جدا كان يمثل تهديدا للبشرية لفترات طويلة جدا جدا في معظم دول العالم وخاصة النامية. لا بالعكس، كمان كان في أمريكا كان عامل مشكلات ضخمة جدا. والحصبة عشان برضو يعني المتابعين يبقوا فاهمين الموضوع، بيبقاش الحصبة في منها نوعين، الحصبة اللي هي الميزلز، في الحصبة الألماني اللي هي روبيلا أو الجيرمان ميزلز، فهم دول نوعين من الحصبة والاتنين مختلفين في طريقة إحداث العدوى أو طريقة الأعراض اللي بتظهر أو بتبقى مختلفين تمام. فاحنا مبدئيا هنتكلم على هو الحصبة أو الميزلز. الحصبة طبعا هو مرض معدي بيكون حاد بيعمل إصابات في الأغشية المخاطية الخاصة بالفم والأنف والعين، كمان بيصيب الجلد، ده بشكل عام ده الفيروس بيعمل إصابة في هذه الأماكن. طيب حدوثه طبعا هو منتشر، بيحصل في كثير من دول العالم وخاصة الدول اللي هي النامية اللي يعني اللي فيها لسه يعني التطور ما مش كبير جدا، بيحصل فيها هذه الإصابات. لكن في من حوالي مثلا من 2003 واحنا جايين كده بدأت الأعداد تقل نتيجة لاستخدام أو اللي هو التطعيمات أو اللي هي بيسموها التمنيع. يعني خلينا نتفق دلوقتي ان حضرتك في نوعين من مسببات الحصبه. الحصبه تمام، في نوع اللي هو ما يسمى بالحصبه اللي هي العاديه المتعارف عليها، اللي هي زي ما حضرتك ذكرت بتاثر على الجهاز التنفسي وعلى الجلد بشكل واضح. بشكل واضح. وفي الحصبه الالمانيه. الحصبه الالمانيه دي بتاثر على الغدد الليمفاويه وهنيجي لها دلوقتي، والجلد برضه وهنجي لها دلوقتي. ال 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 دي بتحدث اكتر في فصل الربيع والخريف، اللي بتحصل في الشتاء والربيع. مصدر الحصبة العادية بتحدث الحصبة في الشتاء والشتاء في الخريف والربيع. والربيع، انما التانية بتحصل في الشتاء والربيع، يعني هي موسمية، يعني موسمية. هي موضوع موسمية. طبعا لانها لها علاقة بقى بالمدارس والكلام ده كله، بالنسبة درجة الحرارة مع وجود الزحمة والكلام ده كله يعني بيسرع من عملية نقل العدوى. طب المصدر بتاعها ايه؟ المصدر بتاعها انه يكون عندي مريض، في مريض موجود عن طريق الرذاذ، عن طريق الرذاذ او ملامسه الجلد، يعني عن طريق الجلد، ده اللي هو بيبقى مصدر العدوى. طيب هل النهارده حضرتك
يعني مين بقى اللي يحصل اصابه فين؟ بيحصل اصابه في الغالب بيبقى في الاطفال اللي اقل من 5 سنوات، طبعا كل الناس معرضين لهذه الاصابه، لكن في الاطفال اقل من 5 سنوات هم دول اللي اكتر ناس بيبقوا عرضه لهذه الاصابه. ده راجع لمناعتهم ولا راجع طبعا له علاقه لمناعة طبعا الأطفال؟ بالمناعه، بتكون مناعه لسه في الاول فتره التكوين، انما الكبير بتبقى مناعته قويه جدا ويبقى تعرض لانواع مختلفه و فبتدي له نوع من انواع المناعه القويه، لكن الاطفال بيبقى طبعا دول لسه يعني ما بيتعرضوش لمسببات كتير، وبالتالي فبتبقى اكثر عرضه للاصابه بهذا المرض. طب مده العدوى نفسها، مده العدوى نفسها بتقعد، ده من انواع اللي هو من قبل ظهور الاعراض ب4 ايام. ده اللي هي فترة الحضانة بتاعت لا غير الميكروب ده في الحضانه، غير الحضانه، فترة العدوى. فتره العدوى، فتره العدوى نفسها 4 ايام من قبل ظهور الاعراض، وتستمر كمان اسبوع بعد ظهور الاعراض، يعني 4 ايام وتستمر يعني حوالي 6 ايام كمان بعد ظهور الاعراض. ده بالنسبه لموضوع الحصبه. طيب فتره الحضانه قد ايه؟ فتره الحضانه يعني هي بيقولوا ان هي حوالي 10 ايام، 10 ايام، لكن في المتوسط بتقعد من 7 ل 18 يوم دون ظهور اي اعراض على دي الطفل او فتره على المريض الحضانه، دي خالص. فتره الحضانه بتاع الفيروس دي. لا في الاعراض ممكن تظهر في هذه الفتره مفيش مشكله خالص، لكن ده ممكن خلال 10 ايام، الا بيكون العمليه تبقى صعبه جدا، بيكون نقل العدوى بيكون سريع جدا ومشرس دكتور جدا. محمد، يعني لو رجعنا للحلقه اللي فاتت ولما اتكلمنا عن فيروس الكورونا، والنهارده بنتكلم على الحصبه، الاعراب متشابهه جدا، يعني متشابهه مع نزلات البرد. ما يعني انا بقول النهارده انا كولي امر طالب في مدرسه وجالي بالاعراض دي، يعني ازاي اقدر افرق، ازاي اقدر اقول ان انا داخل لا ده هو مجرد دور برد يعني ببساطه لقطه من زمايله، ولا احنا دلوقتي في مشكله فلازم يبقى العناية بالموضوع ده بياخد شكل أكثر يعني حرص اهتمام اكتر وأكثر واخر. اهتمام؟ هو اقول لحضرتك هي طبعا في فرق بينهم الاثنين، لان في كاركترستيك للاصابات دي، بمعنى احنا حضرتك في موضوع الحصبه العيان بيعاني برضك او الطفل او المصاب بيعاني من رشح وعطس وسعال، واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن الى جانب هذا الامر بتبدا يظهر طفح جلدي، يعني في الكورونا مفيش طفح جلدي، بيبدا يظهر يعني دلوقتي أول العلامات المميزه، المميزة المميزه ان هو ظهور الطفح الطفح الجلدي، الجلدي. ويبقى له كمان طريقه معينه في الظهور برضه، يعني لازم اللي هو الحصبه الالمانيه بيحصل طفح جلدي ولكن بطريقه مختلفه شويه. هنا بالنسبه للحصبه بيحصل الطفح الجلدي عباره عن حبوب بتظهر حوالي في الوجه وبالاخص حوالين الانف، وتبدا بعد كده تبدا تنتشر في الجسم، وبعد كده بتبقى عباره عن يعني حبوب حمراء. الحبوب الحمراء دي بتقعد من 3 ل 5 ايام، من 3 ل 5 يعني ايام على مستوى الجسم بصفة على عامة. مستوى الجسم. دكتور محمد، كان في برضه أحد المؤشرات القوية اللي هي الكوبلت باتشز أو السبوتس اللي بتبقى موجودة جوه الفم دي، طبعا أو النقاط البيضاء المايلة للزرقاء، أعتقد دي علامة قوية ما جدا هي من دي علامات من ضمن الحصبة علامات، يعني. ما هو دي حضرتك، ما هي دي حضرتك، ما هو من ضمن الحاجات اللي بيعملها تقرحات الفم، ده دي بقى من دي بقى اللي دي بتبقى بيسموها المضاعفات اللي بتحصل. يعني السبوتس دي أعتقد الأم ممكن تشوفها بسهولة، ده طبعا طبعا في الخد من الداخل جوه طبعا الفم طبعا يعني، دي بقى دي مضاعفات، بتبقى لكن لون ابيض مائل للزرقاء تمام شويه مصحوب بالاعراض اللي حضرتك قلتها. لان طبعا دي الاول الاعراض الاساسيه اللي بتحصل، ده اللي يبدا يحصل عندي مضاعفه، مضاعفات يحصل بقى ممكن يحصل التهاب رئوي، ممكن يحصل تقرحات الفم، ممكن ياثر كمان يعمل تقرحات في القرنيه ممكن تسبب العمى، لا ده ممكن يتعدى الامر اكتر من كده كمان، ممكن تاثر على الاعصاب الخاصه بالعين فتعمل يعني تعمل حول في العين، ممكن تاثر على بعض الاعصاب اللي في المخ فبتعمل شلل نصف. تخيل كل دي الاعراض الخاصه بالمضاعفات اللي ممكن تحصل من الاصابه بالميزلز يعني او الحصبه. اول ما يظهر لي بعض الاعراض لازم لازم اعزل مبدئيا كده، لازم اعزل الطفل مبدئيا طبعا عن زمايله، ما يروحش المدرسه، اعزله في البيت عن اخواته او احنا عن بالنسبه المحيطين بيه. للاجراءات دي ليها الاجراءات الخاصه بالوقايه او الاجراءات الخاصه بالحد من اصابه بهذا المرض، عندي خطين. الاول حاجه الوقايه زي ما حضرتك بتتكلم اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، اللي هو نوع التثقيف والتوعيه، وده اول خط بنخطط الوقايه. تاني حاجه التطعيم،
تطعيمه اصبح التطعيم النهارده متوفر في كل في معظم، واحنا عندنا في مصر هنا منظومه التطعيم يعني الحمد لله قويه هو جدا جدا. الحصبه موجوده في التطعيم الثلاثي اللي طبعا هو الام ام ار يعني. الام ام ار ده موجوده، اعتقد ده اساسي، ما فيش طفل ده اساسي، ده اساسي، ده يعني الام تبقى حريصه ان كراسه التطعيم فيها الام ام ار اللي هم صحيح الثلاث حروف دول موجودين ومعمول جنبه علامه صح، صحيح، لان الطفل لازم ده من تم التطعيمات تطعيمه المهمة المهمة بالظبط. جدا جدا جدا، سواء كان للطفل سواء كان يعني ولد أو حتى البنات في فترة المدارس، لازم التطعيم ده مهم جدا. فده أول إجراء. طب إحنا دلوقتي لو حصل بقى، لو حصل إصابة هنا نبدأ بقى مثلا في إجراءات العزل، يتعزل أسبوع، يتعزل مثلا أسبوعين. العزل لو واحد عادي كبير يتعزل أسبوعين، لو طفلي طبعا يقعد عن يوم ما يروحش المدرسه طبعا بتبقى العدوى شرسه. ثانيا احنا النهارده دلوقتي المخلطين له، برضو لازم يخضعوا للفحص، لان ممكن تحصل نقل عدوى. ممكن المخالط له يبقى لو حد عندي في البيت او حد خد العدوى يروح ياخد التطعيم قبل ما تظهر خلال 72 ساعه، ممكن يروح ياخد التطعيم قبل ما تبدا يعني بتحصل العدوى. عندك برضو لو كان يتم عملية التطهير للحاجات الخاصة به، عزل من تطهير بقى جميع الاشكال يعني هدومه بالظبط. أو النظافة والكلام ده كله. في نقطه مهمه يا دكتور محمد اتفضل. الخاصه بالجزئيه دي، برضو العامل النفسي يعني احنا لازم نبص للجزئيه دي، وبرضو الساده المدرسين اللي سامعيننا برضو يبقى لو اصيب طفل جوه فصل واحنا داخلين على النص الثاني او الترم الثاني ما يقلقوش زمايله منه، يعني الموضوع بياخد علاج اسبوع وبعد كده دي حاجه ما طبيعيه وممكن اي حد يصاب بيها، فعشان ما يبقاش في نوع من الضيق بيحصل للطفل صحيح او بيأثر على حالته النفسيه. صحيح، التنمر فدي اللي هو زي دي التنمر، بالظبط حاجة كده. زي فاحنا التنمر يعني بنوجه لان برضه لازم يبقى في توعيه، الموضوع بسيط والموضوع بيجي لاي حد وبياخد فترته وبيعدي هو يعني. أولا الموضوع بسيط جدا، وطبعا زي ما حضرتك بتقول هو له دورة بياخدها وبتنتهي. لا وكمان بيسبب مناعة، يعني المناعة بتاعته بتكون دائمة خلاص، يعني كده مناعته بتكون دايما. ده بالنسبه للموضوع الخاصه بالحزمه. طب الروبيلا او الجيرمن ميزلز، لا دي طريقه الاصابه طبعا هو فيروس معدي برضك ولكن مش حاد قوي، لكن بيصيب الغدد الليمفاويه. طبعا الغدد الليمفاويه دي العنقيه، فتبص تلاقي يعني زي بيقول لك عمل حيل كده او ورم او كلام من ده، واخد بال حضرتك ازاي، تضخم كده نتيجه هو للالتهابات. موضوع الروبيلا يا دكتور محمد من الحاجات اللي فعلا يعني انا اعتقد ان الحلقه الجايه ممكن تبقى الروبيلا بالنسبه لنا هي الموضوع الحلقه. ما فيش مشكلة خالص، الاستاذ الدكتور محمد راشد بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا لك، وعلى امل لقاء ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله عن موضوع الحصبه الالمانيه لتوعيه الساده المشاهدين. الساده المشاهدين شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلقاكم بعد الفاصل في الفقره الثانيه من برنامجكم صحتك ثروتك.